ينضم إلينا من الشمال السوري الصحفي جمعة محمد. أهلا بك جمعة مجددا على شاشة اليوم. نتحدث بداية عن الوضع الميداني في ريف تل تمر وأيضا الاشتباكات حول عين عيسى، ما آخر التطورات في تلك المناطق؟ مرحبا بك زميلي العزيز وبجميع مشاهدي قناة اليوم. في الوقت الحالي لا توجد أي عمليات اشتباك أو قصف في عموم المناطق التي كانت تشهد في الأيام الأخيرة اشتباكات وقصف متعدد بين المجموعات المرتزقة المدعومة من جانب تركيا وقوات سوريا الديمقراطية بمختلف تشكيلاتها العسكرية. حاليا في هذه اللحظات منذ ساعات الصباح الأولى لم نرصد أي حالات اشتباك أو قصف في مناطق سواء عين عيسى أو تل أبيض أو تل تمر. الأوضاع في عموم الجبهات حاليا هادئة. طبعا هذا الهدوء وفقا للمعطيات السابقة في الأيام الأخيرة يبدو أنه لن يدوم كثيرا، لأن الهجمات التي تقوم بها المجموعات المرتزقة المدعومة من تركيا لا تتوقف أبدا، وهذه المجموعات تخترق بشكل دائم اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرمته قوات سوريا الديمقراطية بوساطة أمريكية مع الجانب التركي. يوم أمس شهدنا اشتباكات على محاور عدة سواء في تل أبيض أو في بلدة تل تمر، كانت هنالك اشتباكات في عدد من القرى الغربية والشمالية من هذه البلدة. المجموعات المرتزقة يحاولون التقدم صوب بلدة تل تمر التي تقع في موقع استراتيجي للغاية، وهي تقع على الطريق الدولي المعروف باسم N4. والهجمات التي تشنها هذه المجموعات مدعومة بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي والصاروخي، المجموعات المرتزقة لا تقوى على القتال إلا عبر القوة العسكرية المفرطة التي تسببت بدمار هائل في القرى المأهولة بالسكان، وكذلك يتم استهداف المدنيين سواء بالأسلحة والقصف المباشر أو عبر اختطاف المدنيين. يوم أمس كانت هنالك في قرية العريشة التابعة لناحية تل تمر عملية اختطاف 16 مدنيين من تلك القرية. المرتزقة دخلوا إلى تلك القرية بعد اشتباكات وعملوا على خطف المدنيين الذين لم نعرف حتى الآن ما هو مصيرهم وإلى أين تم أخذهم، هل هم أحياء أم لا. هذه المعلومات كلها بحاجة إلى إجابات، لكن مصير المدنيين الذين تم اختطافهم إلى الآن مجهول، وهم يعني في مواجهة خطر محبط يتربص بحياتهم. في محور عين عيسى وتل أبيض يوم أمس كان هنالك قصف استهدف قرية الجرن التابعة لمدينة تل أبيض. قرية الجرن تقع إلى الغرب من مدينة تل أبيض. كان هنالك قصف مدفعي على هذه القرية ولكن دون وقوع اشتباكات على الأرض أو تقدم من قبل المجموعات المرتزقة. الآن في الوقت الحالي لا توجد أي اشتباك أو عمليات قصف في عموم المناطق التي نذكرها. نعم الصحفي جمعة محمد، أشكرك جزيل الشكر على هذا الشرح الوافي للتطورات الميدانية في ريف تل تمر ورأس العين. كنت مباشرة معنا من الشمال السوري.